يعني الغوص عندي بداخلتي شلون الانسان بيخرم على سيكارة وانا بخرم على الغوص، اذا ما جيت يومين والثالث مشكلة كبيرة. سبب اختياري للغوص افضل من السنارة، لان ليش؟ انت بتسبح مع السمك وبتعرف وين ساكن السمك، تحت صخرة تحت شجرة تحت، تنزل بتجيبه بإذن الله من محل موبيري. أنا أخي الغوص هواي، يعني طالعنا 4 كليات 5 كليات سمك، 3 كليات أحيانا كيلو، وقت بيزيد عنا سمك نعطي للجيران نوزعه، نعطي لمحتاج لفقير. الصيد الليلي أفضل من الصيد النهاري، الصيد الليلي بيسرح السمك وبيعطيك تكي للصيد، بينما بالنهار بيشوفك بينهزم منك، وبنزل بجيب السمكة تحدي للسمكة إنه نجيبها تحت صخرة وبنلحقها، ومناورات تحت المي، ولا أحلى من هيك. الصيد بيعني لي حياتي، يعني الصيد هواي، يعني واحد بيعشقه بيحبه. مهدي يلا منين؟ ولا فراخ كثير يا ابو حمار. ان شاء الله ان شاء الله. يوم المقلي ما راح يدخل الصور. من هناك وحاب اذا ما كنا حاب ينزل حال. ان شاء الله حاب. قاعدين بالشباب.